يا صباح الخير عن جديد لستات البيوت اللي انضموا معنا هلا، وحتى اللي كانوا منضمين معنا اليوم. عملنا اكله طيبه لذيذه نوعا ما اقتصاديه، يعني بقيه لحمه انا ممكن يطلع معي اكله كامله بتكفي عائله. اليوم رح نعمل رز وانجينار او بنقول له الارضي شوكي، يعني في ناس يعني فينا نقول هي الاكله 50% بحبوها 50% مستحيل اساسا يجيبوها ويفرزوها. هلا هون انا عملت خطوات بسيطه لحد ارجع عيد على السريع انا شو عملت. هون مثل ما انتم شايفين عندي الانجينار، فورت عليه تفويره خفيفه بعدين قليته، يعني يا دوب تقلاي بس خفيفه. انا بدي اياه يقرش. هلا شو الفرق بين اني اخليه يقرش او لا؟ لانه انا اذا ما قليته هي التقلاي وقمت وحطيته دغري بالبريكس ممكن يطلع عندي مثل المسلوق سلق، فهي بترجع انت بتحبيه انه فيه قرشه او لا بتحبيه رايح نيفه، بس نوعا ما مع القليه بيطلع حتى ماسك اكثر شكله بيطلع ازرف. هلا هون كمان اللحمه حطيت سمنه وزيت، بصله ناعمه وضفت عليها اللحمه، قليتها منيح لحتى استوت، ضفت ملح فلفل وبهار مشكل وهيك صارت عندي الحشوه جاهزه. هلا شو بدنا نعمل؟ وبغيابكم كمان خلينا نروح نشوف الرزات يكون خالصين عن جد صاروا جاهزين طبختهم مشان الوقت. الرز دائما بيطلع عندي ظابط لما بخلط عندي نوعين من الرز، مثلا كاسه ونص من المصري مع شوي هيك من الرز الطويل، وخلطوا السمنه مع الزيت وبيطلعوا الرزات غير شكل. هلا خلينا نطبق اكلتنا. غير انها سهل يعني غير انها اقتصاديه ومفيده سريعه، يعني ما بدها كثير شغل. هلا هون مثل ما انتم شايفين نجيب ملقط. الملقط هاي الملقط رح نقيمهم ونحطهم هون بهذا الشكل. حارجع اعيد مشان تفوير الانجينار اللي بيحب يفور الانجينار، بس انا بقيمه من المي يلي هو بيكون بقلب الكيس وبضيفه عليه بسقطه بمي سخنه مع شويه ملح وعصق وهيك وراس معلقه حمض ليمون لحتى يضل محافظ على هذا اللون اللي انا بدي اياه. هلا رح نقيم ونحط شوي بقلب الانجينار. هاي الانجينار فينا نقول عليها بحمض وتوم. قلت ممكن كمان تصير معنا نفسها بالبشاميل، كمان ممكن نجيب لحمه كباب نعملها بايدينا نفس طريقه الكباب، لحمه كباب كفته يعني قصدي، ببرش عليها شوي من البصل، بقدونس، ملح، فلفل، بهار مشكل، شويه بقسماط، وبصير بعملها هيك بايدي وبضيفها كمان بتطلع طيبه. هيك هلا كمان هي الانجينار فينا نضيف عليها شغله ثانيه، بطاطا. يعني مثلا حدا بيحب الانجينار بالبيت وحدا لا، بقى بعمل له كم بطاطايه جنبهم بيطلعوا طيبين، يعني حتى شكلها بالعزايم لذيذ. وهي هيك يعني حتى اذا انتبهتوا يعني هي البيريكسين ما اخذت معي نص سوقيه لحمه. خلينا دائما نعمل اكلات ما تكلفنا كثير. هلا هيك هلا رح اجيب انا هون عندي معلقه او ممكن تفيدني هي اكثر حمض. هون في عندي ثوم، بس بصراحه انا هون بدي كميه ثوم منيحه، يعني فيكم تقولوا شيء 10 سنان صغار او مثلا شيء 4 كبار. هيك بضيف عندي عصير ليمون، ملح، فلفل اسود، وحنضيف كمان هون عندي معلقه من دبس البندوره براس المعلقه، بس شيء انه تعطي تزهيره خفيفه، يعني ما بدي انا كترها وتصير معي مثل مطبق الباذنجان. وضل العنصر الاخير اللي هو المي بهذا الشكل بحيث اني انا اقدر اغمرهم. هاي الكميه بتكفي وهيك صارت عندي جاهزه. حركها منيح لحتى يذوب عندي دبس البندوره مع الثوم. طبعا هاي بدنا نحطها بالفرن. يا جماعه اللي بيحب الانجينار وبتفنن فيه بتبعوا هاي الطريقه بتدعوا لي كثير طيبه. طعمه الحمض والثوم مع الانجينار هو اساسا بيلبق له كثير بتطلع طيبه. هلا رح نقيم ونحطهم هيك هذا الشكل، يعني ممكن تحتاج كمان شوية مي خفيفة مشان إذا نشفت. وهلا ما ضل غير أنا قيمة
وحطها مثل ما انتم شايفين صارت عندي جاهزه. بدي احطها بالفرن بحراره 200 من تحت ومن فوق لحتى تستوي عندي، وهي اكيد ما بدها كثير استوي، يعني اكثر من 10 دقائق ما بدها، وما ضل غير ترجعوا لعندي لحتى نشوف الشكل النهائي اللذيذ جدا كالعاده.